وكمان قال لهم على الأزمة الاقتصادية. قال لهم في أزمة اقتصادية. والأزمة الاقتصادية أزمة كبيرة. والرئيس قال للشباب، قال لهم لكن هتعدي. الأزمة أهي. الأزمة إيه؟ الأزمة هتعدي. الأزمة هتعدي. قال لهم أنا بطمنكم بقول لكم إن في أزمة وهتعدي. كلم كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والإمداد وغيره. فأنا النهاردة كلام الرئيس للشباب في الأكاديمية الحربية، الأكاديمية العسكرية، كلام مش شفافية، كلام وضوح. أنا خبي عنك ليه؟ بقول لك عندي أزمة، الأزمة بتاعها هتعدي، أنا بطمنكم. هات يا إبراهيم سمعني سيادة الرئيس وهو بيتكلم على الأزمة الاقتصادية مع أبنائه من الدارسين في الأكاديمية العسكرية. مهم برضو أن أنا يعني أطمنكم على، أكيد أنتم بتابعوا الأخبار وأكيد أنتم متابعين تداعيات الأزمة الاقتصادية اللي موجودة على العالم وعلينا هنا في مصر. وأنا يمكن المرة اللي فاتت لما تحدثت معاكم أو اتكلمت معاكم قلت لكم أن احنا بنحاول أن احنا نخفف من آثار الأزمة ديت، واللي هي داخلة دلوقتي في أكتر من 3 سنين. يعني احنا بنتكلم في سنتين وباء كوفيد 19، وده كان ليه تأثير كبير جدا أيضا على الاقتصاد في العالم كله وعلينا في مصر. لكن احنا صمدنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الإصلاحات اللي احنا كنا عملناها اعتبارا من 2016. طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية أيضا لها تداعيات كبيرة جدا على الاقتصاد العالمي وعلينا احنا كمان. احنا بنحاول نخفف من آثار الأزمة ديت، لكن بدون شك هي أزمة، وأزمة كبيرة جدا ليها تأثير كبير على الأسعار وعلى سلاسل الإمداد. يعني كان ليها وما زال تأثير كبير، لكن احنا أتصور ان احنا كل يوم بنكتسب قدرة على تطوير إمكانياتنا في مواجهة هذه الأزمة. إن شاء الله الأزمة دي هتعدي وهتعدي على خير، زي ما كل أزمة بتمر على أي بلد وعلى أي إنسان في الدنيا بتعدي. هي دي الدنيا، مفيش حاجة بتثبت على حد.